غرباء 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 غرباء. أنا قبل ما سافر من السعودية إلى مصر بعد ما اشتغلت فترة يعني وشرفني الله بخدمة بيت من بيوت الله، المهم يعني قبل ما أرجع وكان مطلوب مني أرجع في وقت سريع جدا، فقلت أول شيء أعمل إيه؟ فكرت في أمرين. الأمر الأول قلت ألحق بسرعة أعمل عمرة، فلم يقدر الله لي لسبب أو لآخر. المهم قلت طيب يبقى الأمر الثاني أروح لشيخنا بقى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فطلعت جري على الشيخ، قلت له يا شيخنا قدر الله ما شاء فعل وضع كذا كذا، وأنا سأسافر غدا إلى مصر إن شاء الله تعالى، وأصرت إن قبل ما أسافر أجل حضرتك عشان تنصحني أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ والله يا إخواني الشيخ قال لي كلمات أنا أعجب إلى هذه اللحظة، كيف تكلم الشيخ بهذا وكيف بذل الشيخ لهذه النصيحة التي لم تخطر لي أنا شخصيا على بال. تصور الشيخ قال لي إيه؟ وتصور هيقول لي خلي بالك من الدعوة وانتبه مثلا لطلب العلم وإياك أن تفرط وكن حكيما كن رحيما إلى آخر هذه الوصايا. وإذ بالشيخ يقول لي، سكت كثيرا وضع وجهه في الأرض متأثرا، ثم نظر إلي وقال أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت، وهذه دعوة يعني إن شاء الله ظني أن الله قد استجابها من شيخنا المبارك الرباني. قال أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت، اسمع اللي جاي بقى النصيحة، ونصيحتي لك من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيده. فهمت دي؟ فهمتها دي؟ من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيده، خليه على الحياد، ما تخلوش عدوا لك، ما تخلوش عدوا للدعوة، ما تكثرش من أعداء الدعوة. شايف نصيحة العالم؟ شايف وصية العالم؟ فحيد، فما تكتروش أعداء الدعوة يا شباب.